أنا اسمي حسن، حسن محمد حسن بن شريف، عمري 18 سنة، درست في مدرسة ألبان الثانوية صف الثاني ثانوي، بعدين انتقلت في الصف الثالث ثانوي لمدرسة النخبة الأهلية. دخلت اختبار قدرات 4 فرصات، الهدف إني دخلت 4 فرصات قدرات، كنت أأمل وأطمح إن أجيب درجة أكبر من الدرجة اللي حصلت عليها في الفرصة اللي قبليها. والهدف الأساسي من كل ذا إن أحاول أوصل للكلية أو الجامعة اللي أنا أبغاها، اللي أنا أتمناها، ما يجيني شيء أنا ما أبغاه. أول فرصة دخلت اعتماد على قدراتي النفسية، يعني من غير أي مدرسين، من غير أي شرح، اعتماد على نفسي، واكتشفت إن عندي فرق ملحوظ بين الدرجات بين الكمي واللفظي، فأنا اكتشفت إن التقصير عندي في الجزء اللفظي. في الفرصة الثانية جبت مدرس خصوصي، خليته يعني يعطيني الأساسيات أو المبادئ اللي على أساسها أقدر أحل في اللفظي أو أساسها أتفوق وأتميز في اللفظي. هو قال لي، يعني المدرس اللي أنا جبته، الشيء الأساسي والوحيد إنك تحفظ أشياء كثيرة، لأن اللفظ يعتمد على الحفظ كثير، ما يعتمد على شيء وعلى أساسه تطبق زي الكمي. فأنا خذيت المعلومة دي وعلى أساسها بديت أبحث على معاني الكلمات، أحفظ الحكم أحفظها، والأمثال أحفظها، القطع أحفظها، حتى لو أشياء في الجريدة أو أشياء على الإنترنت من باب التسلية بس أقرأها، بس عشان أزيد معلوماتي، بس عشان أزيد خبرتي في الجزء اللفظي، بس عشان أزيد سرعة القراءة وسرعة الاستيعاب في الجزء اللفظي. كان أصلا من الدوافع اللي خلتني يعني مجتهد ومجدد في حياتي إن أبويا وأمي الحمد لله كان كملوا دراستهم وخدوا دراسة عليا جدا، وخدوا مرحلة الدكتوراه في لأمي ولأبويا الاثنين، واخدين حصلين على مرحلة الدكتوراه، ودي حكايات من الحوافز الشديدة ليا اللي دفعتني. وأخواتي كمان الأكبر مني كانوا كلهم الحمد لله كلهم في كلية الطب، ده من الحوافز. أنا يعني كنت بحافز نفسي بقول أنا مش هكون أقل واحد في أسرتي، مش هكون أقل يعني واحد، أنا الوحيد اللي ما حققتش اللي أنا عاوزه بسبب إني قصرت. أنا ما بحبش كلمة، يعني أسمع كلمة من والدتي أو أسمع كلمة من والدي إن أنت قصرت عشان كده تلاقي لك كده، ما بحبش أسمع الكلمة دي. كانت من الحوافز الشديدة جدا اللي دفعتني إن أجيب درجة عالية ومتفوقة في اختبار القدرات. أولاً أنا لما حصلت على الدكتوراه فضلت إن أنا أتفرغ كامل لولادي وللبيت وما اشتغلش خالص، فقلت إن رسالتي كأم أهم بكتير من أي شغل، فكنت بصراحة مهتمة بيه في الدراسة. أنا كنت بذاكر له اللفظي، الوالد جزاه الله خير كان بيذاكر له الكمي قدر المستطاع بحسب ظروف شغله، وكان ما بيأثرش بصراحة في أي حاجة. أنا كانت أيام الدراسة بالنسبة لي أنا يعني كأن أنا اللي بختبر، يعني أنا بعتبر نجاحهم نجاحي بصراحة. أقول يعني أنا لو أثروا هم يبقى أنا أثرت كأم في أداء الرسالة، يا أنام يا ماما وصحيني بعد ساعة خلاص أنا ما أنامش، أفضل ليل ونهار معايا لغاية أما يخلص الاختبار، سواء اختبار قدرات أو سواء اختبار مدرسة. وطبعا مش بالعبرة أن أبويا أو أمي، والدتي ووالدي حصلين على مرحلة متقدمة جدا من العلم والدراسة الجامعية، أن ده يعني أن غيري يأثر، بالعكس المقولة اللي هي بتقول أنت أثرت فلا تسكت قم وحاول من جديد، مقولة يعني كنت جدا بؤمن بيها. يعني حتى لو انا ما كنتش، يعني لو ما كانش عندي الامكانيات دي وما كانش عندي الحافز زيت، انت من نفسك تقدر تدي الحافز لنفسك، تقدر تقول انا عاوز اكون احسن واحد. الاول انا كنت بقول له انت تنعزل عن الاسره خالص وتقعد هنا كانك بعيد عني، زي ما كنت بعمل ايام دراستي، تنعزل عن الاسره خالص وتقعد انت بس وقت ما تكون عايز ترني لي بالجوال، يا ماما حضري لي كذا، يا ماما حضري لي كذا، تخلص الجزء ده يا حسن تيجي انا مطالبه ان انا اسمعه لك، مالكش دعوة أنا نمت أنا ما نمتش أنا ارتحت، دي مش مشكلتي، أنا راحتي لما تظهر النتيجة وتقول لي أنا حصلت على الدرجات النهائية دي راحتي. فكنت موفرة له الجو هنا كأنه منعزل خالص عن الأسرة كراحة، ما فيش تلفزيون، ما فيش أي وسيلة تلهي عن المذاكرة. أوقات الصلاة لازم تحافظ عليها حسن، لأن توفيق الله أولا ثم أي حاجة بتيجي بعد كده، كمان لازم تقول الأذكار فكان الحمد لله رب العالمين، وهو كان مطيع بصراحة الحمد لله. هي ليلة الاختبار طبعا كان بيحاول يقطع شوية من الدراسة ويجي يتكلم معايا، أنا قلقان أنا خايف إن أنا ما أجيبش الدرجات النهائية، على طول مهما عمل كان يحس إن هو لسه مقصر، أنا حاسس إن أنا ما أديتش اللي عليا.
قلت له ده احساس طبيعي على فكره يعني، لكن توكل على الله وان شاء الله. يعني انا مقتنعه ومؤمنه ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، انا مقتنعه بكده. قلت له احسن عملك واتقي الله في مذاكرتك وفي نفسك، ان شاء الله ربنا يوفقك. هو الحمد لله هو ما حصلش على الدرجه النهائيه في القدرات من اول تجربه، هو الحمد لله حصوله على الدرجه النهائيه ما جاتش من اول مره. ودي نصيحتي لجميع الطلبه اللي في مثل عمره، ان هم ما يأسوش من اول تجربه او اول فرصه او تاني فرصه او تالت فرصه، ان هم في كل مره بيكتسبوا معلومات وبيكتسبوا خبره، وان شاء الله في كل مره بيحسنوا. فانا كل مره كنت بقول له كده، كنت اقول له شوف درجاتك الكيرف طالما بيعلى يبقى ان شاء الله يا ابني هتحصل على الدرجات النهائيه. فالحمد لله رب العالمين. والله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى كانت اسرتي موفره لي احسن جو للدراسه، كانت زي ما قالت الوالده كانت منعزل تماما عن البيت، كنت باجي هنا بذاكر بعيدا عن الدوشه وبعيدا عن كل حاجه. بصراحه ما كنتش بسمع اي حاجه، كنت بذاكر واطمئن، كنت بذاكر فيا نوع من القلق، فيا نوع من الخوف، بس حرصهم عليا وخوفهم عليا ودعمهم ليا ورفعهم لي معنوياتي، حتى لو جبت حتى يعني لو جبت درجه مش كويسه هم يفرحوا ويقولوا انك كفايه انك عملت على النجاح. دهوت كان بيرفع معنوياتي جدا وكان بيخليني مبسوط وبيخليني نفسي مفتوحه لان ادرس اكتر. بدات احل على الورقه اللي هو في البدايه، اولا كنت بحل الكتب ورقه خارجيه، ورقه بتكون دايما بيضة، ما بحبش الورق المسطر لانه بيتعب لي اعصابي، لان ازاي بيتعب لي اعصابي، بكون راسم رسمه او راسم شكل الاقي الخط داخل فيه. هو بحب اشتغل دايما بالرصاص، ما بحبش اشتغل بالجاف، فلما الاقي الخط تقريبا نفس لونه احس ان يعني الخط ده امتى اتضاف، بتعب لي اعصابي. فانا دايما بحب اشتغل على الورق الابيض الساده من غير اي خطوط، دهوت يعني بيوفر لي يعني راحه نفسيه جدا. قبل الاختبار بشهرين كان اول ما بدينا ندرس حاجات خفيفه، ما كناش يعني لان ساعتها كان لسه زي ما تقول كده مخنا لسه مش متمرس، لسه ما اتمرنش على حل المسائل بسرعه. كنا ننشط مخنا بحاجات خفيفه، يعني ما كناش بنوصل لمرحله 6 ساعات، كان ممكن نص ساعه ساعه في اليوم، ده بدايه الشهرين نص ساعه ساعه باليوم، ساعتين بكتير جدا نحل فيها حاجات خفيفه بينا اللي هو اصدقاء. يعني كنا متكونه من شلتنا او صاحبتنا كانت مكونه من 5 اصدقاء، للاسئله كلها في الشابتر او القسم الواحد انه تقريبا كل سؤال ونص او سؤالين في الدقيقه الواحده. احنا تقريبا كنا بنحط كل خمس أس... نحل كل 5 اسئله او كل 4 اسئله في الدقيقه الواحده. الهدف انه نكون اسرع من اختبار قياس، ان ندخل اختبار قياس واحنا مش همنا الوقت، الهم يبقى همنا الوقت ان هو يعني بيعدي ببطء، يبقى احنا اسرع من الوقت. هو ده الهدف الاساسي ان نحط 4 اسئله في الدقيقه. طبعا كنا الحمد لله يعني اول مره او ثاني مره او ثالث مره كنا بنفشل، ما كناش بنكمل سؤال في الدقيقه، والحمد لله بعد تعود الفرصه الاولى وتعود الفرصه الثانيه بقى نحل تقريبا على الفرصه الثالثه 3 اسئله و4 اسئله كمان في الدقيقه. الفرصه الرابعه اللي هي الفرصه الاخيره بعد التعود الحمد لله اللي احنا مارسناه في الفرص اللي قبل كده، بقينا بنحل تقريبا بيننا وبين اصدقائنا 6 اسئله في الدقيقه، وبتوصل ل7 او 8 اسئله في الدقيقه كمان. ده بالنسبه للجزء اللفظي، وبالنسبه للجزء الكمي بنحل 5 او 4 اسئله في الدقيقه. الحمد لله بقى انا امتلكنا موهبه ان نحل 6 او 7 او 8 اسئله في الدقيقه من بعد ما كنا في البدايه زينا زي اي واحد تاني ما بنعرفش نحل مساله في نص ساعه. وبقى يعني الساعات المرتقبه اللي منتظرين فيها الاختبار اللي هو الاسبوع ونص المتفضل، بدأنا يعني نحل أسئلة خفيفة، نبدأ بقى نرجع تاني نحل أسئلة خفيفة، ما نبحث عن الأسئلة المعقدة جدا، لأن الأسئلة المعقدة دي ممكن توترنا، ممكن تنسينا اللي عملناه كله قبل كده، تضيع تعب شهرين في يوم واحد أو يومين. طالب حسن طالب نجيب، حرص كل الحرص على أن يتفوق وأن يتميز عن سائر أقرانه في هذا المجال، فالحمد لله كانت النتائج طيبة وملموسة. فهذا الجهد لم يكن لولا أن الله عز وجل موفقه ومن عليه بالجهد المبذول من قبله ومن قبل أهله، والحمد لله تعالى. طبعا المدرسة لها جهود والحمد لله بذلت معه ومع بقية الطلاب، فهناك ما يقرب من 30 محاضرة قدمت لأبنائنا الطلاب خلال العام الدراسي،
منها 15 محاضرة في الكمي وأيضا 15 محاضرة في اللفظي طيلة العام الدراسي، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، اعتدنا أن دائما الوكيل هو عماد المدرسة، وهو الذي يحفز الطلاب في قبل كل اختبار، سواء كان هذا الاختبار قياس أو اختبار نهاية العام. واستجابة الطالب هي أهم شيء، طالما الطالب استجاب للوكيل يعتبر عبرنا أو نجحنا بمقدار 95 أو 99%. والحمد لله رب عددنا خطة.